أعلن اليوم الاثنين المحامي عماد بن حليمة عن انطلاق اعتصام الرحيل بساحة باردو، وقال أن هذا التحرك ينظمه مواطنون تونسيون للمطالبة بالتسريع في أعمال مجلس نواب الشعب واستكمال تركيز المحكمة الدستورية واستبعاد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان. وأكد بن حليمة أنه تم اليوم الإعلان عن انطلاق هذا التحرك الاحتجاجي ورفعه إلى حين انقضاء فترة الحجر الصحي الموجه. وهذا أمر مطلب شعبي للناس الكل. احنا في وضع غير دستوري من شهر نوفمبر 2015، 4 سنين ونص، والعباد هذه اللي تخلص من مال الشعب 4 سنين ونص روتار ما عملوش المحكمة الدستورية، لأنهم ما يحبوش النظام، يحبوا الفوضى، ما يحبوش أربيتر، يحبوا يلعبوا ماتش بلاش أربيتر، يمركي باليد، يمركي أورجو، يعمل. احنا كما انتوما احنا صرفنا مليارات من المال العام باش عملنا دستور، والدستور هذا القوام نتاعو كي تقول لي عملت دستور باهي نقول لك اعطيني الهيكل اللي مش يحميني منك، عملت لي دستور باهي والمحكمه الدستوريه ويني اللي مش تحميني، واللي انا كمواطن عندي الحق كي قانون ما يعجبنيش انا مواطن عندي الحق باش نطعن قدام المحكمه الدستوريه ونقول القانون هذا غير دستوري. انت حرمتني من حقوقي، وقعدت انت 4 من الناس، مش تسمي 4 في المحكمة الدستورية، عندك 5 سنين ونص، سميت واحد برك، معناها كان مش نحسبولك، يلزم نستناوك تقريبا 17 سنة أخرين باش تكمل الثلاثة الأخرين. هذه وقفة هي إعلان عن افتتاح اعتصام المواطنة إيجاليتي إي سوفرانتي، إيجاليتي في مفهومها الشامل، مساواة في التنمية، مساواة في العمل، مساواة أمام القضاء، مساواة في كل شيء. سوفرانتي، سيادة الشعب في الداخل وسيادة الشعب في الخارج وسيادة تونس، ورفع والقطع مع ثقافة العمالة. راني نعاود ونقول رانا نحنا ما تخدموش بينا، ما تعملوناش دروع بشرية باش تخدموا بينا. أنا ما نجيبش الناس، علاش أنا نرفض الوجهة السياسية؟ أنا ما نجيبش الناس لهنا باش الأحزاب تستغلهم كدروع بشرية تخدم بيهم وتمشي تفاوض غادي، والكلام اللي يقولوا هنا مش الكلام اللي يقولوا في البيرو.